أهلا بكم مجددا إلى تونس. وفي سياق التحركات الدولية المتسارعة بشأن الحالة التونسية في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حكومة قيس سعيد لتقديم خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أنه من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة. ويأتي الموقف الأمريكي بعد يوم واحد فقط عن إعلان تفاهمات أولية بين وفد أوروبي برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس التونسي قيس سعيد عن حزمة مساعدات لتونس. لمناقشة المشهد التونسي أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد علي بن عرفة الكاتب والباحث. أرحب بضيفتي أيضا من تونس السيدة فريدة العبيدي محامية المعتقل صاحب عتيق. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيد علي بن عرفة، بداية كيف تقرأ هذا الموقف الأمريكي بشأن تونس وهذه التصريحات؟ يعني هو اتجاه يعني تغير طفيف في موقف الأمريكي نتيجة للضغوط الأوروبية، لأن هناك اتجاه أوروبي نحو مساعدة تونس في هذه الأزمة التي تمر بها، أزمة الاقتصادية والمالية خاصة، يعني لأنها لها انعكاسات اجتماعية. ترى أوروبا وخاصة إيطاليا أنها ربما تهدد يعني أوروبا بالهجرات الغير نظامية، يعني فهذه كلها هذه هي خشية أوروبا في الحقيقة من الملف التونسي. وميلوني رئيسة وزراء بريطانيا تقريبا تحملت الملف التونسي وتخوض يعني معركة يعني قوية داخل الاتحاد الأوروبي ومن أجل إقناع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يعني تدخل أمريكي لأن يعني تكون هناك موافقة على القرض الذي تطلبه تونس من صندوق النقد الدولي. يعني في الزيارة الأخيرة لممثلي الاتحاد الأوروبي أخيرا يوم أمس لتونس، كانت هناك اتفاقات يعني حديث على اتفاق شامل، يعني كحزمة شاملة لاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي. تقدم الاتحاد الأوروبي بموجبه 100 مليون يورو على يعني دفعة أولى، ثم بعد ذلك 150 مليون كذلك. وهناك حديث على أن هذا الاتفاق من أجل يعني الحد من الهجرة الغير نظامية وربما حتى توطين المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، وهذا يعني يؤدي بالنظام التونسي إلى أن يكون حارس للحدود الأوروبية، وهذا الدور يجد يعني امتعاضا ورفضا من التونسيين. ولكن إلى حد الآن على كل حال النظام قيس سعيد لا يعلن صراحة على أنه هناك اتفاق واضح بهذا الدور، حتى أنه قيس سعيد يعني وهو يعني دائما يعلن بخلاف ما هو واقع وحقيقة، يقول أنه يرفض أن تكون تونس حارس لأوروبا، ولكن الرجل يعني خالف حتى القسم على القرآن باحترام الدستور، وبالتالي يعني إعلانه أنه يرفض هذا الدور لحراسة حدود أوروبا ربما للاستهلاك الإعلامي فقط لا أكثر. يعني أشرك معي السيدة فريدة العبيدي من تونس، أهلا بك سيدة فريدة معنا. إلى أي مدى يبدو موقف بلينكين هو تذكير بالموقف الأمريكي السابق الذي حذر من الانهيار الاقتصادي ويرى أنه بحل أو حل الأزمة في تونس تبدأ بتفاهم بين تونس وصندوق النقد الدولي؟ اهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافه. انا حقيقه دعيت لاشارك بصفتي عضوا في هيئه الدفاع عن الدكتور صاحب عتيق. طيب. يعني الجانب السياسي في تونس وان كان يهمني كحقوقيه وكقانونيه وايضا كسياسيه رافضه للمشهد السياسي ومتخوفه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وخاصه وضعه الاجتماعي امام غياب كل المؤسسات القانونية والدستورية بعد 25 جويلية وانهيار هذه المؤسسات وأهمها استقلالية القضاء، بما أصبح يهدد حقيقة الحقوق والحريات، وما المشهد من وجود أغلبية المعارضين في السجن إلا دليل على استهداف هذه المعارضة ومحاولة القضاء على أي رأي مخالف في هذه الظروف،
كما ذكرت السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعني تميز الوضع في تونس. طيب يعني أنت سيدة فريدة محامية المعتقل صاحب عتيق، يفترض أن يكون هناك زيارة مرتقبة هذا الأسبوع من قبل مفوضية الأمم المتحدة للمعتقل السياسي، إن كانت لديك أي تفاصيل حول هذه الزيارة يمكن أن تطلعين عليها. أنا عضو في هيئة الدفاع عن الدكتور صاحب عتيق ولست محاميته الوحيدة. طيب شكرا على التصحيح. الدكتور صاحب عتيق وإن كان نعم تفضلي. ليس السياسي أو المعارض الوحيد الذي هو معتقل الآن، هناك عدد كبير من المعتقلين السياسيين وبتهم التآمر على أمن الدولة، وهم موقوفون منذ مدة زمنية دون أن تحدث يعني جديد في هذه الأبحاث، وأغلب الموقوفين هم من المعارضين السياسيين وينسب لهم تهم التآمر، بالإضافة إلى تهم الإرهاب في أشخاص أو سياسيين معروفين بديمقراطيتهم ومعارضتهم للنظام القائم، وعلى رأس هؤلاء الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأيضا الأستاذ غازي الشواشي، وأيضا وهو يعني من المعارضين من الحزب الديمقراطي، وأيضا عصام الشافي، وأيضا قيادات من جبهة الخلاص. المشترك بين الجميع هم معارضتهم للنظام القائم بعد 25، والأكيد أن أهم المستهدفين في هذه المرحلة بالذات هم المعارضين السياسيين بتهم سياسية تخلو كل الملفات من وجود أي دليل أو قرينة مادية على التهم المنسوبة لهؤلاء. المشترك الوحيد هؤلاء هو أنهم قالوا لا للوضع بعد الانقلاب بعد 25، لا للقضاء على مؤسسات الدولة، لا للمس من استقلالية القضاء، لا للمس من حرية التعبير والحريات العامة، ومرسوم 54 الذي الآن يحاكم عدد كبير من الصحفيين والمدونين والسياسيين والإعلاميين على ضوء هذا المنشور، وعدد كبير منهم يعني بما فيهم طلبة موجودين الآن في الإيقاف، دليل على استهداف الحقوق والحريات واستهداف المعارضة واستهداف الحياة السياسية بعد 25 جويلية. الأكيد أنه الوفد من الأمم عندما يزور تونس هو للوقوف على وضعية المعارضة، على وضعية المنتظم السياسي، على وضعية استقلالية القضاء، لأنه إذا استهدف القضاء، لأنه منذ السنة الفارطة تم عزل 57 قاضيا، ورغم أنه المحكمة الإدارية قضت بإلغاء هذا القرار وقضت بعودتهم إلى عملهم، إلا أن هذا القرار لم ينفذ إلى حد هذه الساعة، بل هناك ضغط كبير على القضاة، وأصبح العمل في ظل هذه الظروف لا يراعي أي ضمانات المحاكمة العادلة ولا يراعي الحياة السياسية في تونس. شكرا جزيلا لك سيدة فريدة العبيدي عضو اللجنة في الدفاع عن المعتقل صاحب عتيق من تونس على هذه المشاركة. سيدة علي بن عرفة، السماح لوفد من مفوضية الأمم المتحدة بزيارة المعتقل السياسي صاحب عتيق، بالنظر للموضوع بشكل عام، التدخل الأممي في هذا الملف برأيك إلى أين يأخذ ملف المعتقلين السياسيين في تونس؟ يعني هو ملف معقد، لأنه هناك يعني إرادة سياسية للتنكيل بالمعارضين السياسيين، وبالتالي قضية التعاطي الحقوقي مع هذا الملف لا يحرج السلطة، لأنها هي في الحقيقة متعمدة أن تتعاطى يعني مع هذا الملف أمنيا، ولكنها في الحقيقة هو ملف سياسي، بدليل أنه أغلب المعتقلين هما قيادات سياسية، قيادات لأحزاب، قيادات يعني للبرلمان الشرعي، يعني شخصيات وطنية وإعلامية معروفة، وبالتالي هناك رغبة في التنكيل بهؤلاء المعارضين السياسيين. الغاية الوحيدة هي بث الرعب في المجتمع وخاصة المنتظم السياسي باستهداف كل القيادات السياسية التي تعارض الانقلاب، وبالتالي فالزج بها في السجون والتنكيل بها ويعني استهدافها فقط لمجرد أنها تعارض الانقلاب وتعارض الخطوات التي يمضي فيها قيس سعيد. أيضا هناك خشية من طرف
قيس سعيد ونظامه من خطوات التقارب بين أطراف المعارضة واعتقال بعض الوجوه السياسية المتقدمة في الصف، خاصة في جبهة الخلاص مثل جوهر بن مبارك وشيماء عيسى وغيرهم، رضا بالحاج، لأنهم سعوا وقاموا بخطوات في اتجاه التقريب بين أطراف المعارضة وتوحيد المعارضة من أجل الجلوس على طاولة الحوار والنظر والبحث في آفاق الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية التي تهدد حقيقة بالاستقرار الاجتماعي. ومن هنا جاء التدخل الأوروبي، وبالتالي المنطقة الرخوة في شمال إفريقيا هي تونس، لأن قضية المهاجرين لا تتعلق بتونس فقط، وإنما المغرب العربي كله، من ليبيا، الجزائر، المغرب كذلك، ولكن التركيز في الاتحاد الأوروبي على تونس، لأن تونس تعيش وضع اجتماعي ووضع سياسي واقتصادي صعب جدا، ويهدد بانفجار اجتماعي، وهذا ما تخشاه وهي تستغل هذه الأزمة التي يمر بها نظام. في هذه النقطة تحديدا، إلى أي مدى هناك دفع كبير جدا بتونس للذهاب نحو صندوق النقد الدولي؟ هو يعني هذا تقريبا لم يعد لها حلول، يعني نظام قيس سعيد، إلا اللجوء إلى يعني صندوق النقد الدولي من أجل الاقتراض. حتى هذا القرض الذي تطلبه من صندوق النقد الدولي في الحقيقة لا يفي بالغرض، وإنما هو يفتح المجال للشركاء وللأطراف، يعني لبعض الأطراف خاصة الإقليمية، أنها تساهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني. وبالتالي كل هذه الضغوط على نظام قيس سعيد هو لدفعه إلى التوقيع على يعني شروط صندوق النقد الدولي، ولكنه يماطل في هذا التوقيع، لأنه مدرك جيدا بأن هذا التوقيع يعني يتطلب شروط هو لا يستطيع أن يقوم بها إلا إذا كان مستعدا يعني لتحمل تبعات الانفجار الاجتماعي والتبعات الاجتماعية التي سوف يعني تكون انعكاسا لهذه الشروط، التي منها رفع الدعم ومنها خصصة يعني المؤسسات العمومية، وكل ذلك سوف يعود يعني يعني كاهله على المجتمع الذي يخشاه قيس سعيد ويخشى الانفجار. وبالتالي يعني الاتحاد الأوروبي وميلوني خاصة تستغل هذا الوضع الذي يمر به قيس سعيد، لأنه يبحث عن منقذ من هذا الوضع، يبحث عن مخرج لتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تنذر بالانفجار الاجتماعي، وبالتالي هي تمد له يعني قارب النجاة، والذي هو يمر عبر توطين المهاجرين، هذه الاتفاقية، وعبر صندوق النقد الدولي.